لازم يعملوا لي لويالتي كارد قد ما بضلني بالجاردن سنتر. سو حنشتري من هول ال شو اسمهم هول؟ هيدول مشان نحفر الأرض ونزرع البلبز اللي عندي. هتاخد 4 معاك؟ طيب نرجع إذا ما هيدا. شوفوا هالزيتوني ما بعرف شو عم يعملوا، شو عم يعملوا مفضايين بس. وهذه للواين مش للأكل. ١٤ وحدة من هول الشجر لحتى نعمل بوردر للجنينة، بس ممكن نطلبهم لأما بتساع السيارة. حط شو بدنا. بعد الساعة 1:30 هلا عندي بيت، وهيدي اللبنة اللي سويتها ما مفروض هو اكلها هلا، بس حبيت جربها. حطيت عليها رشة زيت صغيرة وهذا رح يكون فطوري. ايه طبعا كمان نسيت، كمان سويت خبز كيتو لان جوزي طلبوا مني. صراحة ماني كتير مشتاقة للخبز الكيتو، بس كأني تعودت. بس رح اكل قطعة اليوم، حطيت فيه سيدز. هيدي الخبزة اللي عطول بيقول لي معنا لسان الحمل شو فينا نعمل. هيدا الخبزة سويتها بدون لسان الحمل. هلا مثل ما شايفين منا متماسكة تماما مثل لما بتزيدوا لسان الحمل او القطونة، بس ماشي حالها يعني. بتقدي سو هاخد قطعة، وهذا رح تكون اول وجبة لي اليوم. اوكي سو عندي هون بقية اللبنة، او بعدني عم سوي لبنة يعني بلبن الكفير. سو امبارح هدول حطيتهم، شوفوا صاروا جاهزين. هلا رح صفيهم. صفيتهم وهدول الكفير، حبيبات الكفير. هلا جبت جار نظيف و رح ارجع اعمل هدول البسينات. اوكي وحضف لهم حليب. هلا بضيف حليب الاورجانيك اللي فيه قشطه. سو اللبن اللي صفيته هلا بحط له ملح عشان نصفيه ويصير لبنة. سو حركهم. هلا بقطعة مسلين رح اضيف الحليب وصفي. شو بدي اقلكم، هذا الفلوج مخرب تخريب. كنت عم صور وين عم بقدر يعني، بس هيك بشكل عشوائي، ما كان عندي قصة لخبرها. بس هذا كان نهاري كله، حتى عشاء ما تعشيت. كان عندي شغلة مأخر امبارح، فجأة اجا فاضطريت روح على منطقة شي ساعة ونص لأوصل على العيادة اللي كنت بدي اشتغل فيها. وقضيت شي ساعة هونيك ورجعت ساعة ونص رجعة، فوصلت كتير مأخر على البيت. وبعدين شغلت بولادي، فقررت اني لا اعمل عشاء ولا اتعشى.
بس هيك بده يمر ايام، يعني الواحد يومه بده يكون مخربط. بما انه انتو عايشين معي لحظة بلحظة هلا، بما انه عم بعمل فلوجين كل يوم، رح كون صريحة، يعني انا مش كل يوم بكون يومي منظم. في كتير احيانا او ظروف بتمر الواحد بده يتأقلم معه، وعم حاول جهدي يعني بدل ما خبص خلص ما اخذ وجبة وبيمشي الحال. وهلأ صاير تقريبا الصيام المتقطع هيك مرتاحة عليه، فما بياخد مني عناء، او ما بحس اني كتير محرومة من الاكل اذا وجبة وحدة ما اخدتها. سو بشوفكم بكرة بفيديو جديد. باي باي.